قلب قلب قلب، افضل قلب. عارف اللي انت بتعمله ده اسمه ايه؟ اسمه حياة العبث. وربنا سبحانه وتعالى انكر علينا الحياة دي وقال: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. الموضوع سهل وبسيط ومفيش ابسط من ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وصف حياتك ووصفك ازاي تعيشها. وربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال ايضا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واوعى تفتكر ان العبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى على امرك بها هي صلاه وصوم وقراءه قران وخلاص على كده، لا طبعا، دي حياتك كلها عباده. مفيش حاجه في حياتك انت بتعملها بره العباده. ولو احتسبت النيه لله عز وجل في كل عمل بتعمله سواء دنيوي او ديني فهو عباده. حتى نومك نفسه عباده. وشوف حلقه نوم الصحابه عباده، وانت تعرف انك تتعلم مجال معين بنيه ان انت تكتسب منها مال علشان تقدر تعول بيها نفسك وتتجوز فهو عباده. مذاكرتك وشغلك لو احتسبت فيها النيه لله عز وجل فهي عبادة. الترويح عن نفسك بنية الترفيه المعتدل علشان نفسك ما تملش فهو عبادة. فانت المفروض لو بتحتسب النية لله عز وجل في كل اعمالك فانت في عبادة 24 ساعة. الوقت الوحيد اللي انت ما بتحتسبش فيه النية او مش عارف تحتسب فيه النية فانت بتضيعه او بتعمل حاجة غلط. بالظبط كده زي ما قال ابن القيم: اضاعة الوقت اشد من الموت. فعلا، لان اضاعة الوقت بتبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى وعمل ممكن تعمله يفيدك في الدنيا والآخرة، والموت بيبعدك عن الدنيا وأهلها. فلو عاوز يبقى عندك حياة مختلفة، اقعد مع نفسك واعمل جدول من ساعة ما تصحى من النوم لغاية ما تنام. استغل كل دقيقة في يومك وحدد أهداف ممكن تعملها في وقت فراغك. ومن أهم الأهداف دي مثلا ورد أذكار صباح ومساء، ورد قرآن، تدبر وحفظ، وتعلم سلسلة في العلوم الشرعية سواء بقى فقه أو تفسير أو عقيدة أو تجويد أو غيرها. جيم لو متاح إن أنت تروح في يومك، حتى لو لعبة ترفه بيها عن نفسك بس في وقت معين، واوعى تضيع بيها فرض او سنة. وما تكررهاش كتير، ده بتبقى مرة او مرتين في الاسبوع، ده لو انت مكافئ نفسك ومخلص حاجات كتيرة قوي في حياتك. اعمل ده وما تفكرش في النتيجة ولا تبص لحال الدنيا والمجتمع. انت محتسب النية في كل عملك، وربنا سبحانه وتعالى يكفيك ان هو يسمع ويرى. وبدام النتيجة عند ربنا سبحانه وتعالى فتأكد ان هي مضمونة. وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأول.